بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان آل خليفة، وسعادة هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة. نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 12 لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس وزارة شؤون الشباب والرياضة وكأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وذلك على مضمار نادي على مضمار سباق النادي بمنطقة الصخير. وتم تدويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة هشام بن محمد الجودر بتقديم كأسي الشوطين الثالث والخامس إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، وكأس الشوط الرابع إلى المضمر الفائز صلاح مهدي، وكأس الشوط السادس إلى المالك الفائز عبد الله فوزي ناس، فيما قدم مدير عام نادي راشد للفروسية وسباق الخيل توفيق شرف العلوي كأس الشوط الثاني إلى الفارس علي الصفار، واشتمل السباق على 7 أشواط.